قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. يبدو أن الفنانة حلا شيحة قررت الرد على الانتقادات القاسية التي وجهت لها بسبب تمثيلها في مسلسل زلزال الذي يعرض حاليا على الشاشة في رمضان 2019. دي حلا شيحة معروفة طبعا. حالة شيحة نشرت صورة لها وهي متألقة بمكياج ناعم يبرز ملامحها، وعلقت على الصورة قائلة: دعهم يتحدثون بينما أنت تعمل، لا تبالي بما يقولون، لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون. ودي الصورة اللي نشرتها بمكياج ناعم، وده البوست: لا تبالي بما يقولون، لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون. كأنها بتقول ملقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين، من 18 ساعة يعني امبارح بالليل. تفاعل محبو حلا الشيحة مع كلماتها ورسالتها لكل منتقديها لينصحوها بتجاهل التعليقات السلبية التي تكتب لها، أو أن عليها أن تحذف خاصية التعليقات حتى لا تشعر بالضيق من الكلمات القاسية التي ربما يكتبها البعض على حسابها. وكانت حالة شيحة تعرضت لهجوم قاس من قبل البعض مع عرض مسلسل زلزال بسبب أدائها التمثيلي الذي وجده البعض غير متقن، وأنها في حاجة إلى مزيد من التدريب، فانهالت التعليقات السلبية عليها مثل: حالة شيحة نسيت التمثيل، وعبارات من هذا القبيل. يذكر أن حالة شيحة عادت للشاشة من جديد بعد اعتزالها من خلال دور صافية الفتاة الصعيدية في مسلسل زلزال. أبدت حالة شيحة عن حزنها الشديد لفراق ابنتيها خلال وجودها في برنامج حلوة رمضان، مشيرة إلى أن لحظة سفرهما إلى كندا أوجعت قلبها بشدة، فأخذت تبكي في المطار بحرقة دون توقف، موضحة أن وجود ابنتيها مع والدهما قرار جاء لمصلحتهما بينما هي تحتفظ بطفليها الآخرين. وده تصريح لنشر النهاردة. حالة شيحة لأول مرة تتحدث عن حياتها الشخصية وطلاقها. كما أكدت حالة شيحة على افتقادها لابنتيها ووجودهما معها، خاصة وأنها أم متعلقة بشدة بأبنائها، ولكنها عندما قررت الطلاق وبدء حياة جديدة كانت تعلم أن هناك تغييرات سوف تطرأ على حياتها. وشددت حالة شيحة على أنها تحرص أن تكون علاقتها جيدة مع طليقها من أجل أبنائهما، مشيرة إلى أن فراقها لابنتيها وكل المواقف الصعبة التي تمر بها في حياتها الشخصية تجعلها أكثر إصرارا على النجاح في العمل. وتطرقت حالة شيحة في حديثها عن عودتها للفن بعد اعتزال 12 سنة، مشيرة إلى أن قرار عودتها جاء لأسباب مقنعة وجيدة بالنسبة لها، وأنها عندما اتخذت القرار عادت إلى بلدها ولديها إصرار على الوقوف على قدميها وألا تحتاج لأي شخص. حالة شيحة أكدت أنها لا تهتم بالتعليقات السلبية التي تطاردها منذ عودتها للفن وخلعها للحجاب، فهي عندما تقتنع بأمر ما وترغب في الإقدام عليه لا تتردد أبدا في تحقيقه. كما حذفت من حسابها الخاص على انستغرام الصورة العائلية التي نشرتها من إحدى الحدائق خلال رحلتها الأخيرة إلى كندا في شهر أكتوبر الماضي، علما أنه لم يظهر معها في مصر مطلقا منذ قدومها وإعلان عودتها للتمثيل في الصيف الماضي. وفيما تحرص حالة شيحة على الاستمرار بنشر صور أبنائها، علمت إيلاف أنها ستقيم في مصر بالوقت الحالي ولا تعتزم العودة للإقامة في كندا قريبا. تعرضت الفنانة حالة شيحة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 لهجوم ناري من رواد مواقع السوشيال ميديا،
وذلك بعد نشرها صورة التقطت خلال مشاركتها بمسلسل زلزال مع النجم محمد رمضان، حيث اعترض الجمهور على تشابك أيدي حلاشيحة ومحمد رمضان، ودي الصورة اللي أثارت الجدل ونشرتها النهاردة، وكتبت عليها صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه، يا رب النجاح كله، زلزال رمضان 2019 اللي من القلب لازم يوصل للقلب. ووجهوا لها الاتهامات، لا سيما انها كانت ترتدي الحجاب منذ وقت قصير. واليكم احد التعليقات النارية التي لم تعجب حالة شيحة وردت عليها: ازاي كنتي متدينة ومحجبة ومنقبة كمان، ولما رجعتي تمسكي ايد راجل غريب عني بالشكل ده؟ طيب الحجاب حرية شخصية، بس لو انتي كنتي متدينة بجد كنت استحالة تخلي راجل غريب عنك يلمسك. وفيما تتلقى صفحة حالة شيحة التعليقات النارية، اضطرت الأخيرة إلى الرد بكل قوة على الجمهور وعلقت قائلة: اللي مش حابب وشايف إن الصفحة دي مش عاجباه يا ريت ما يعلقش، دي صفحة فنية، بس أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني. من 5 ساعات بس. وقالت كمان: محمد ده زميل وأخ وهو متزوج وبيحب زوجته وربنا يخليه ليها ولأولاده. والصورة حصدت حوالي 28 لايك، 28,000 لايك في 5 ساعات فقط. ويعد المسلسل هو العمل الأول للفنانة حالة شيحة بعد عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب عقب أكثر من 12 سنة من الاعتزال. دي حالة شيحة بعد خلع الحجاب، حيث قدمت آخر عملها فيلم كامل الأوصاف مع عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب، وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماما عن الساحة الفنية. نشرت برضو مؤخرا صورة ليها مع والدها أحمد شيحة والدتها، وهنا مع شقيقاتها رشا شيحة وهنا شيحة ومايا شيحة، ودي صورة جماعية حلوة برضو، صورة عائلية جميلة في الشارع مع شقيقاتها رشا شيحة ومايا، وهنا مع رشا شيحة برضو. حالة شيحة ولدت في الإسكندرية 23 فبراير 1979، ممثلة مصرية من أم لبنانية، ولها 3 شقيقات هما رشا وهنا شيحة ومايا، وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة. دي حالة شيحة في بدايتها هنا مع رشا شيحة وهنا شيحة. كان أول مسلسل لها مع الفنان حسين فهمي كلمات، كان فيلم ليه خلتني أحبك هو أول أفلامها، ثم بعد ذلك السلم والتعبان، ثم الليمبي الذي حقق نجاحا كبيرا، وعملت في فيلم عريس من جهة أمنية أمام الفنان عادل إمام، ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم كامل الأوصاف، وتزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل، ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق. ده الزوج الأول هاني عادل. وهنا وهو بيلبس الشبكة، ده كان زواجها الأول. بعد ذلك أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات، وهي تقيم مع زوجها في الإسكندرية. ده الزوج الثاني اللي هو الكندي. وبعد مرور عدة أسابيع على أزمة الفنانة حالة شيحة وخلعها الحجاب، نشرت يوم الخميس 20/9/2018 أول صورة لزوجها وأبنائها عبر حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور انستغرام، ونالت إعجاب جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي. دي أحد الصورة لزوجها وعيالها. وافقت صورتها العائليه بتعليق قالت فيه: عائلتي الجميله التي احبها واحترمها واعشقها
كل لحظة معهم نعمة من الله. وحد برضو رد عليه: أخيرا فتحت سيكشن التعليقات، ربي يوفقك وما عليك من الناس أبدا، استمري. وحتى مش لازم تبرري، اللي يبي يشوفك كويسة هيشوفك كويسة، لأن من دخله كويس، واللي لا دي مشكلته. من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية في مايو 2014 أنها بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي. هنا على اليمين زوجها الأول هاني عادل، وعلى الشمال الإيطالي الكندي. هذا وقد تبادل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور حديثة للسيدة رشا شيحة التي ظهرت كموديل في فيديو كليب لسه بتسألي للفنان هاني شاكر. عندما ترى صور رشا شيحة الحديثة تشعر أن الزمن وقف عندها منذ تصوير كليب لسه بتسألي لهاني شاكر قبل 14 عاما، وتحديدا عام 2001. ديت اللي في النص اللي هي رشا شيحة. هنا حالة شيحة وهنا شيحة ورشا شيحة. هنا رشا شيحة مع جوزها تقريبا وابنها، ما اتغيرتش كتير. أما هنا شيحة فهي شقيقة الممثلة المعتزلة حالة شيحة، وبدأت مشوارها الفني عام 2000 في مسلسل وجع البعاد، ثم تولت أعمالها في التلفزيون والمسرح. هنا متزوجة من رجال الأعمال المصري أحمد خضير، وهو الزوج الثاني، فقد سبقه زوجها الأول ووالد أبنائها آدم ومالك، مهندس الديكور محمد العوامري الذي انفصلت عنه قبل سنوات بعد رفعها دعوى خلع. دي هنا شيحة. أما مايا شيحة فقد ولدت في الإسكندرية في 6 سبتمبر 82، ممثلة مصرية من أب مصري وأم لبنانية، وهي شقيقة الممثلات هنا وحلا. عرفها الجمهور بعد أن رشحها المخرج مجدي أحمد. دي مايا شيحة لبطولة فيلم أسرار البنات، وهو العمل الوحيد لها. وللمرة الأولى بعد غياب طويل نشرت الفنانة المصرية هنا شيحة صورة لها برفقة شقيقتها الفنانة المعتزلة مايا شيحة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام. مايا شيحة ظهرت بالحجاب في أول ظهور لها بعد ارتدائه، وذلك خلال قيامها برحلة تسوق مع شقيقتها هنا شيحة، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهور. دي صورة ليها كانت بالحجاب، هي خلعته دلوقتي برضه. مايا شيحة وهنا شيحة. يذكر أن مايا شيحة شاركت في فيلم أسرار البنات مع الفنانة دلال عبد العزيز والفنان عزت أبو عوف والفنانة سوسن بدر، وشاركها البطولة الفنان شريف رمزي في بدايته الفنية، والفيلم من إخراج مجدي أحمد علي. من ناحية أخرى، علق الشيخ خالد الجندي على الجدل المثار عن عودة الفنانة المصرية حالة شيحة للوسط الفني بعد غياب دام 12 سنة وخلعها الحجاب، قائلا: بقينا شعب حشري ونتدخل في العلاقة بين العبد وربه، مستشهدا بالقول: وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن. وأضاف الجندي في تصريح لمصراوي: ما كان يجب أن نهتم بهذا الأمر منذ البداية حينما قررت أن ترتدي أو تخلع الحجاب، مشيرا إلى أن الإسلام لا ينتصر بأفعال شخص، وإنما ينتصر بالأخلاق والاهتمام بالإنتاج وحب الوطن. وأكد خالد الجندي أن دور الشيوخ يقتصر على التوضيح للناس، وإن كان الحجاب فريضة من الله وسيحاسب الإنسان عليه، لا يعطي لأحد الحق أن يكون رقيبا أو قاض يحاكم الناس على أفعالهم أو يلزمهم أو يجبرهم على شيء، موضحا أنه يجب أن نقتدي بخطى النبي وهي الإبلاغ فقط، أما التدخل في قرارات الناس فهو عيب